أما عضو مجلس الأمة عبد الله الطريجي فقال إن على الشيخ أحمد الفهد مسؤولية تاريخية بأن تصل مقاطع الفيديو إلى الشعب الكويتي لمعرفة الحقيقة. اليوم عليك مسؤولية تاريخية أن تصل هذه المقاطع إلى الشعب الكويتي بأي طريقة كانت، وما أسهل هذه الطرق هذه الأيام، لأن الشعب الكويتي يريد أن يحسم هذا الموضوع، وأنت مثل ما بينت بأن هذا الشريط وصلك كما وصل غيرك.